تلبس بايوكا وتنزل في الشارع. ورجعنا من الفاصل. مشكلة التحرش أخدت حيز كبير جدا الأسبوع اللي فات من النقاش على السوشيال ميديا، فكان لازم نطرحها النهارده في برنامجنا. ومعانا الأستاذ أماني سمير، استشاري العلاقات الأسرية، والأستاذ المستشار أسامة العربي، المحامي بالنقد والإدارية والدستورية العليا. أهلا بيكم. أهلا وسهلا. الأسبوع اللي فات كله كان عبارة عن قضية المعادي وطفلة المعادي والمتحرش والحاجات دي. أول سؤال يهمني أسأله لحضرتك، ازاي ما يبقاش عندي متحرش جوه البيت؟ يعني ازاي انا كأم او كأسرة ازاي ما نربيش طفل متحرش؟ طبعا اول حاجة، بس التحرش مش بس بالملامسة، التحرش ممكن يكون بالنظر. يعني ان واحد يبص لي نظره غير لائقه بيا، احس ان ده تحرش بيا. اوكي، فمش شرط ان بس يكون ملامسه، ده اول جزء. بس ما هو التحرش يعني؟ لكن اما نيجي نتكلم عن ازاي ما خلقش متحرش في البيت، حاجات كتيره جدا. اولا لازم نلعب الاولاد رياضه عشان يطلعوا الطاقه بتاعتهم ويخلوا افكارهم بعيده عن الافكار الجنسيه. لازم ان احنا نعلمهم من اول ما يسالوا، ما نقول لهمش على اي سؤال يقولوه لا ده عيب ما تسالش عليه دلوقتي انت لسه صغير. لا، كل سؤال يتسال من الطفل لازم ان احنا نجاوب عليه. مش لازم ان انا اجاوب عليه بصفه جامده جدا او بشرح جامد، ولكن هو لازم يفهم اني ما اسمحلوش انه يضرب اخته البنت او انه هو يعتدي عليها، فيحس دايما بالدونويه ليها ان هي اقل منه. فبالتالي دي برضو على الام والاب، ان الاب والام ما يتلامسوش تلامس خاص ما بينهم قدام الاولاد عشان ما يحسوش ان ده تلامس حاجه عاديه. ان اللي بيتفرجوا حضرتك بتقول يتجنبوا التلامس، يتجنبوه قدام الاطفال بطريقه مبالغ فيها. يعني في حاجتين مهمين هنا. هون لازم الطفل يحس ان الاب والام بيحبوا بعض، فهم متقاربين لبعض، ممكن ان هم يكون ما بينهم كلام حلو او تاتشات لطيفه، لكن في نفس الوقت ما يكونش فيه تاتشات الاعلى اللي هي المفروض ان هي لا تخرج من حجره النوم قدام الاولاد. دي حاجة مهمة جدا، لأن الأولاد بيحسوا إن ده حاجة عادية لو بابا وماما بيعملوها قدامي. أوكي؟ إن أشوف ابني بيتفرج على إيه في اليوتيوب وفي جوجل، في الإنترنت عموما. لأن أنا ممكن مش شرط إن يكون فيلم فيه مشاهد ساخنة، ولكن إن أنا أشوف فيديو ولاد واقفين مع بعض وبيعكسوا بنت، ما هو ده تحرش. انه يعكسوا البنت ده تحرش، وان هم بيضحكوا مبسوطين جدا، فهو كمان عايز اما يكبر او حتى وهو صغير واقف مع اصحابه عايز يبين بقى واخد ان هو الترند. بالظبط. لازم. طب استاذ اسامه، احنا كنا عايزين نعرف، الدكتوره كانت اتفضلت وقالت انواع التحرش كتير، كنا عايزين نعرف هل ده بس بالظبط نفس مفهومها في القانون؟ التحرش في القانون هو كل تعرض مادي للغير، سواء بتلميحات او ايحاءات جنسيه. كويس، قد يكون في مكان عام او مكان متروك او مكان خاص. مكان متروك يعني اللي هو ما بين المكان العام والمكان الخاص، زي الاماكن الخاصه المعممه، زي المحلات، زي العيادات، زي وبيكون بهدف الحصول على منفعه جنسيه. كويس. طيب انواع التحرش عندي ايه؟ في تحرش باللفظ او بالقول او بالاشاره او بالايحاء أو بالملامسة في غير المناطق الحساسة أو في غير المناطق العورة للمجني عليه. كويس. قد يحدث التحرش من لا يشترط فيه جنس معين، يعني قد يحدث من أي جنس على أي جنس، يعني من راجل على ست أو من راجل على راجل أو من ست على ست. طبعا. كويس. ولا يشترط فيه سرا أو علانية، يعني وارد أن يحصل سواء في السر أو في العلانية. كل دي انواع من انواع التحرش، دي معرفه، التفاصيل دي كلها معرفه قانونا، وكل واحده ليها عقابها طبعا. هنطرق الموضوع ده. التعرض للعوره هنا بيخرج من اطار التحرش لاطار هتك العرض. فهنا الفيصل ان التعرض هنا لعوره المجني عليه، او ان التحرش بملامسه اجزاء خارجيه، او بمجرد القول او الفعل، او عن طريق وسائل الاتصالات السلكيه او اللاسلكيه زي وسائل التواصل الاجتماعي. بالظبط، دي الحاجات الجديده اللي ظهرت. بالظبط. طبعا. زي ان هو واحد يرسل فيديوهات او صور او مراسلات
توحي بإيحاءات جنسية للطرف الآخر. دي طب من دكتور أماني، إحنا إيه اللي بيخليه يعمل كده؟ يعني في القضية بتاعة طفلة المعادي كل الأركان اللي إحنا ممكن الأسباب اللي ممكن نديها له مش متوافرة، يعني هو راجل متدين مرموق في شغله متزوج مخلف، ودي حاجة يعني المفروض إن هو شاف يعني إيه أطفال، يعني حس بالموضوع، ممكن يكون إيه اللي خليه يلجأ لحاجة زي كده؟ بصي، هو اللي بيلجأ لحاجات دي هو مش مريض نفسي، هو مضطرب نفسي. ما تعلمش. بصي، هما تلاتة، في واحد اللي هو بيكون سايكوبيتك، اوكي، سايكوبيتي يعني بيحب الايذاء، فاهماني، وده من جواه بيبقى مبسوط انه يعمل اي حاجه تؤذي اللي قدامك، اوكي. في اللي هو بيكون مضطرب برضه نفسيا، ولكن هو كل اللي بيفكر فيه الجنس زياده عن اللزوم، اوكي. فده برضه بيخليه انه يبص يشتهي، يعني ممكن واحد تلاقيه شايف واحده منقبه عباره عن خيمه ماشيه، اوكي، لكن خياله المريض بيخليه يتخيلها من غير هذا النقاب، اوكي، شكلها ايه. هو الطفله كده يعني هو ما فيهوش اي حاجه ممكن تعمل له اي اغراء يعني. بالظبط. بالظبط. وبعدين التالت. وفي كمان اللي هو بيكون بيحب يعني مش بقى بيحب الجنس، لا، بيحب الاطفال عموما، يعني نظريته دايما ان الطفله دي هتبقى ما عندهاش خبره فهيقدر يعمل معاها اللي هو عايزه، فاهمه. ده كله حاجات نفسيه، ده كله حاجات نفسيه. سياده المستشار، دلوقتي في القانون برضو عندنا، احنا هنتكلم في القانون كتير النهارده، الاعتداء بيختلف على بيعتدي على مين؟ يعني لو مثلا واحده متزوجه زي مثلا طفله صغيره او حد عنده اعاقه معينه. الاعتداء في جريمه التحرش او جرائم هتك العرض او جرائم التعرض للغير لا يختلف الا في سن المعتدى عليه. يعني العقوبه بتكون واحده، ولكن تشدد في حاله ان المجني عليه اقل من 18 سنه. لكن الحاله بتاعته ما تفرقش، يعني رجل، امراه، طفل عنده اعاقه مثلا، ما فيش، مش فارق. ان هو اقل من 18 سنه وتشدد العقوبه في جزئيه ثانيه. اذا كان الجاني من احد اصول المجني عليه او القائمين على تربيته او تعليمه، لان بتحصل تحرش في الاسر ما بين الاطفال وزويهم او قرايبهم او القائمين على تربيتهم او رعايتهم، المدرسين اوقات، يعني طبعا مع احترامنا بس بيحصل، القائمين على تعليمهم، فده بيبقى ظرف مشدد للعقوبه. او الخدم، اما يبقى في حد عنده خدم ويعتدي على طفل، فدي من ظروف المشدده. فالاختلاف عندي هنا في العقوبه في السن بس، اما السن او من القائمين على التربيه والرعايه او من الاصول والفروع، دي اللي بتشدد العقوبه. وقانون الطفل هنا خاص ماده خاصة بيه هو بس، إن العقوبة تزاد للضعف في حالة إذا وقعت الجريمة من شخص بالغ على طفل طبقا للقانون لم يبلغ 18، فهنا العقوبة تزاد للضعف. ولو كان حد من قرايبه أو حد من بتبقى في ظرف مشدد للعقوبة. بتبقى العقوبة بتزاد تقريبا قد إيه عقوبة يعني؟ بالنسبة لجرائم يعني ألم شديد قوي زي كده ممكن يستمر مع الواحد طول حياته، بتصل العقوبة لسنتين سجن وغرامة من 20,000 ل 50,000 جنيه. بالنسبة لجرائم هتك العرض قد تصل العقوبة مع الظروف المشددة، إذا توافر الظروف المشددة إن القاصر إن المجني عليه طفل لم يبلغ 18، بتكون العقوبة السجن المشدد لا يقل عن 7 سنوات. وإذا كان المجني عليه الجاني من احد الاصول او من احد اصول المجني عليه او من القائمين على تربيته او توليته او رعايته، بتكون العقوبه برضه الظرف السجن المشدد ما لا يقل عن 7 سنين. اذا اجتمع الشرطين دول تصل العقوبه للاشغال الشاقه المؤبده. اذا اجتمع الشرطين، يعني كان طفل واللي اعتدى عليه من حد من قرايبه، توصل بتتشدد العقوبه تصل للسجن المؤبد. بصراحه ده اقل حاجه، ده حقيقي، ده حقيقي. طب قضية زي اللي احنا فيها دي حضرتك ممكن تكون السبب عنده ايه؟ الأسباب كتيرة جدا. أولا القانون، مع احترامي يعني القانون، احنا زمان واحنا صغيرين اللي كان بيقف يعاكس بنت في الشارع كان بيتاخد على الاسم في ساعتها، بيتحلق له زلبطة، مش كده برضه حضرتك؟ بيتحلق له زلبطة ويقعد يهان طول اليوم
قبل ما يروح، هما مش بيسجنوه بس يهان طول اليوم ويبقى ماشي ايه ده شكله عاكس بنت. فده حاجه مهمه جدا كانت بتحصل على ايامنا. استاذن حضرتك، احنا معانا على التليفون الدكتور احمد تميم المراغي من علماء وزاره الاوقاف. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا كنا بنتكلم النهارده على قضيه التحرش وكنا عايزين نعرف راي الدين ايه. تحت امر حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. القائل صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالتحرش لا يرضاه ولا يرضاه أي شيء في الوجود، لأنه ابتداء على حدوث الغيب. وإن كان حتى في أسباب متعددة، أسباب تتعلق بالبنت. معلش صوت حضرتك مش واضح، ممكن حضرتك بس تحرك كده شوية الشبكة. أنا بقول تحرش اعتداء على حقوق الآخرين. ده اعتداء بين يا فضيلة الشيخ. اعتداء صريح، ده اعتداء صريح. اعتداء صريح. حاضر والله. فهو حرام، لا يجوز اصلا ولا يجوز شرعا ان تعتدي على الاخرين. انسان قصر كان او كفر، حقوقه مرسوم في شريعه الاسلام وفي كل الامم وفي كل الأديان الأخرى أكيد، صح؟ متشكرين لحضرتك جدا مداخلتك. تفضلي يا دكتور، تفضلي حضرتك معايا. فطبعا عدم الردع للقانون ده مخلي الولاد زي ما قلت لحضرتك برضو ان ده بيقلد ده بيقلد ده، والمجتمع برضو اتغير يا دكتور، مش القانون بس. يعني احنا زي ما حضرتك بتقولي كانوا بياخدوه هم من نفسهم من غير ما يعني ولا ضابط ولا اي حاجه، هم بيحرقوه لوحدهم. ما هو وبيبقى علامه، يعني بيبقى هو داخل وحالق، بيبقى عارفين ان هو ده عمل غلطه. بالظبط بالظبط. الاهل لازم ان هم يتكلموا مع الاولاد، ولازم اخلي الولد يكون عنده اهداف تانية غير الجنس. الجنس حاجه طبيعيه جدا، زيها زي الاكل زي الشرب. فما ينفعش ان انا اقول له كل واشرب اوعى تعرف حاجه عن ده، لا، اعرفه وفهمه وفهمه ان البنت دي حاجه عاليه جدا، يعني مش لازم ان هي تهان حتى بالنظره، مش لازم ان هي تهان. اختك زي اي بنت في الشارع، لان في الاخر احنا ارواح واحده، يعني مش دي بقى مش اختك فاحنا نعكسها. برضو لو تفتكري حضرتك زمان ما كانش في حاجه اسمها واحد يعكس واحده من الشارع او المنطقه بتاعتهم. اوعى دي من المنطقه عندنا، مش كده. الاخلاق من الاخر، الاخلاق. انا مش عايزه المدرسين يعلموا دروس في المدرسه، انا عايزاهم يعلموا اخلاق وقيم زي ما كانوا بيعملوا معانا زمان. ازاي نحترم الاخر، ازاي ما نلمسش الاخر، ازاي اما اجي المس اللي جنبي المسه ازاي. ما هو ده كل دي اصول، اصول اتربينا عليها، كنا بنتعلمها في البيت وبنتعلمها في المدرسه، بنتعلمها من الكبير، مش كده؟ دي كلها حاجات لازم ترجع. انا ما بقاش مبسوطه ان ابني بيشتم قدامي عشان اتعلم الكلام، اقول له لا عيب. فما لان النهارده كبر، دخل فتره المراهقه فابتدى يشتم الفاظ طبعا، فنبقى مبسوطين ان هو خلاص عيب. بقى رجوله، كان ما بقاش عنده عيب، فاهمه؟ فدي حاجات كلها بتقوم. اهم حاجه لازم ان احنا ما نتعاملش مع الجنس على انه حاجه عيب نتكلم فيها. يعني حضرتك مثلا هتلاقي ان في الاعداديه لازم ان هم يدرسوا الجهاز التناسلي، ده الدرس الوحيد اللي المدرس ما بيشرحوش. وفي الدين على فكره، يعني في الدين الاسلامي كان في المدارس كان لازم
يتجنبوا برضو الدرس ده مع انه نازل في التربيه الاسلاميه في الاديان. يعني لما بيجوا يعلمونا دين عمرهم الا الحته دي، فاهمه؟ الا الحته دي. وبعدين محظوره وبعدين بيحصل برضو كونفيوز للاطفال في ايه الجواز حلال وان احنا نتكلم عليه قبل الجواز حرام. طب ازاي؟ انا لازم افهمه هو ايه وليه حلال وليه حرام. دي حاجة مهمة جدا. طب ايه اللي يثبت انه حصل تحرش؟ هو اولا بالنسبة لوقعة المعادي، طفلة المعادي من حضرتك اثرتيها، انا في عندي شاهد مهم جدا في القضية دي هو كاميرات المراقبة. كاميرات المراقبة دي لو احنا في عندنا قوانين بتنظم الزام العقارات والمحلات على مستوى العالم، كشفت جرائم كتير جدا 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 وكشفت مرتكبيها. جريمة فتاة المعادي لولا كاميرات المراقبة ما كانت جريمة. ولو قبل كده كانت البنت هتعمل ايه؟ يعني لو ما فيش كاميرا مراقبة في المكان ده كان حتى يعني احنا نقدر ازاي تثبت حقها؟ يعني ان حتى الشهود اللي ظهروا هم ظهروا بناء على ان هم شافوا في الكاميرا المراقبة في الشاشة عندهم والواقعة. بدون كاميرا مراقبة قد تصل الجريمة الأقصى من كده. يعني كان ممكن هو يحقق غرضه للنهاية وقد يعني ينتهي من الطفلة يقتلها أو يخنقها زي ما بيحصل خوفا من الفضاح أمره. فأنا من هنا عايز أقول إن كاميرات المراقبة هي أهم شاهد، ومن من الشهادات التي لا تقبل إثبات العكس. يعني صعب جدا إن أنا أبقى متصور بارتكاب الجريمة وأجي أقول لا مش أنا. فياريت ان كل المواطنين والناس تعمم الكلام ده في عقاراتهم في محلاتهم في الشارع. ده هيكشف كثير جدا من الجرائم. طيب والبنات نخليها تتكلم ازاي؟ يعني ازاي يبتدوا الحته اللي انا هروح لسه اقول لمامتي طيب انا بتكسف، طب انا خايفه من نظره المجتمع، الحاجات دي ازاي اشجعهم على انهم يعبروا عن نفسهم في حاجه زي كده لو حصلت؟ عامله صداقه ما بينك وما بين ابنك وبنتك من هم اطفال، ان يجوا يحكوا لك كل حاجه، ان كل يوم بعد ما بيرجعوا من المدرسه او من النادي بتسمع لهم هم عملوا ايه وبتساليهم من هم اطفال. هيبقى ده العاده انه يرجعوا من بره حصل كذا وكذا وكذا، فاهمه؟ علشان في المشكله برضو ان ممكن بنتي تيجي تحكي لي وما اقدرش اعمل حاجه خوفا من الفضيحه او خوف من المتحرش نفسه. يعني دايما حتى لو كان في مرحله الطفوله اتحرش بحد طفل، يعني بيبقى اغلبيتهم من الاقارب زي ما قال سياده المستشار وهم بيبقوا حواليه، فممكن يكون خايف منه هو نفسه، هدده بحاجه، ماما هعمل فيها حاجه، بابا بس المتحرش عاده بس المتحرش عاده جبان لان هو مضطرب نفسي فهو جبان. طالما في اضطراب نفسي ففي جبن، اوكي؟ لكن هي الخوف البنت ايه؟ الخوف من عقاب مامتها، لان للاسف الناس ما بتبصلهاش ان هي ضحيه، هم بيبصلها ان هي علشان بنت، فاهماني؟ ربنا بلانا ببنت، اوكي؟ دي لا ولو بصلها ان هي ضحيه دلوقتي زي ما حضرتك كنت بتقولي وقت الجواز مثلا هتقول لك لا دي اللي كانت ضحيه في كذا. يعني ممكن اتعاطف جدا جدا، يجي ابني عايز يتجوز البنت دي، ايه يا ابني يعني ما لقيتش غير دي؟ طب هي دي عملت ايه؟ دي ايه ذنبها في الدنيا غير ان هما اتهانت جسديا، اتهانت نفسيا جدا، وكمان بتتعاقب على شيء هي ما عملتوش بقيت عمرها. الضحيه وهي الضحيه. يعني حضرتك لخصتي الموضوع كله في المجتمع. طبعا طبعا اسباب وعلاج من المجتمع، من المجتمع ومن الاب والام مين ليه اساسيا، بعد كده المدرسه، فاهماني؟ وانس ان الحاجات دي كلها بقت مظبوطه، تاكدي انك هتطلعي بنت ولد ايا كان نوعه ايه انسان سوي قوي يقدر انه يقول لحد يجي يلمسه لا. في بنات بتركب الاتوبيس يا حرام، واحد بيجي يلزق فيها مش قادره تتكلم. حضرتك ده بشكل يومي، دي حاجه بتتكرر بشكل للاسف. يعني مش عايزه اقول لك ان نسب. طب هنا وما فيش كاميرات ممكن تثبت حقها ازاي في حاجه زي كده؟ بشهود، بشهاده شهود. ما بيرضوش يشهدوا، بيسربوه بره يقولوا يلا 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 حصل خير حصل خير. لا هو هقول لحضرتك على حاجه برضو، احنا كمصريين معلش في المواقف دي لا بنقف مع الضحيه. ما ينفعش نقول ما رضوش يشهدوا، ما انا اعتبرها اختي او بنتي او زوجتي او والدتي. ازاي اشوف موقف زي ده واتستر عليه؟ ما هو هيحصل. بس مش كلهم برضو يعني دلوقتي كنا بالظبط كنت هقول للدكتور صح نتمنى ان ده بيحصل ده. ده هيحصل يعني زمان كانوا ممكن يقفوا له، لكن دلوقتي لا، هيقول لك انا لسه هروح اسمه ورايا شغل ويجيبوني في محاضر وحاجات كده.
القانون بقى يثبت الحق ازاي بقى؟ القانون هنا مجرد البلاغ مع شهادة الشهود، لان انا ما عنديش اي دليل تاني، ولو ما لقيتش شهود خلاص هو الحق كده ضاع بنسبة كبيرة. بنسبة كبيرة، بنسبة كبيرة. انا عشان كده بقول لسيادتك القضية دي، انت عارفة حضرتك ان الـ 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 الكاميرا دي ودت الشخص الجاني ده او مرتكب الجريمة دي فين؟ الوضع بتاعه في جريمته اللي هو ارتكبها قد تصل عقوبته للإعدام المؤبد او الإعدام، لان هو اقترن جريمة خطف، خطف مقترن بجريمة هتك عرض. فالجريمتين دول لما يقترنوا ببعض قد تصل العقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة او للإعدام. ده بسبب ايه؟ بسبب الدليل القائم عليه. طب احنا معانا تليفون. ايوه استاذ ايمن اتفضل. الو مستشار يا فندم. مساء النور يا فندم، اتفضل سؤال حضرتك. انا بس عايز اسال مع المستشار حاجه يا فندم. دلوقتي احنا عارفين ان ده كان متحرش واللوم واقع عليه طبعا اكيد، لانه هو عمل حاجه اسم كلنا احنا بنرفضها كمجتمع وكعادات وتقاليد. الحاجه المهمه يا فندم، الاهل الاب والام اللي كانوا سبب خروج البنت للشارع في سن صغير ده دوت وتشتغل، دلوقتي يا فندم مفيش عقاب هيتوجه ليهم؟ احنا خلاص المتحرش احنا اوكي متفقين اللي هو بقى في عقاب قانوني الاب والام، سواء من من القانون او من نظره المجتمع كانت، لكن الام والاب اللي تسببوا ان طفله دون السن تنزل في الشارع وتتعرض لده، ده مش هيتعاقبوا؟ ده مش هيتوجه لهم؟ شكرا يا فندم. تمام، شكرا لحضرتك، اتفضل. القانون هنا نظم الجزئيه دي، قانون الطفل بالاخص. الحاله اللي احنا بنتكلم عليها كون ان الاب والام تركوا الطفل للتسول او للبيع لبعض السلع او تقديم الخدمات التافهه اللي هي لا تسبب او لا تؤدي الى عيش، الى دخل محترم كويس، زي اللي بيبيع مناديل، زي اللي بيبيع ورد، زي اللي بيبيع مش عارف ايه في بس كلهم بيبقوا اغلبيتهم مجهول النسب، ما بيبقاش مطعم، مش هتعرف تجيب الاب والام. الواقع اللي احنا بنتكلم فيها في اب وام كويس موجود. القصه الثانيه احنا بنتكلم في اطفال شوارع ما لهمش اب وام، بيودوهم دور رعايه لان انا ما فيش حد عاقبه، فاهماني حضرتك ازاي؟ اما في الحاله اللي بنتكلم فيها، اذا كان طفله زي دي ثبت ان ليها اب وام وهم تركوها للشارع ان هي تختلط بالمتسولين وتبيع سلع الغرض منها التسول لكسب المال كويس، القانون هنا بيعاقبهم هم بالحبس لمده لا تقل عن 6 شهور الاب والام لاهمالهم في رعايه الصغير. والصغير بقى يقعد الست شهور دول فين؟ في دور رعايه اذا كانوا غير امناء عليه. القانون بيسلمهم او النيابه بتسلم الصغير لدار رعايه تتولى رعايته وتربيته اذا كان الاهل غير امين على الطفل. دور الرعايه بقى لو حضرتك في القضيه دي بالذات هتكون يعني هيتعاملوا معاهم ازاي؟ يعني لا انا في ده عايز علاج نفسي رهيب، يعني ده من ناحيتين، انت كمان سجننا الاب والام فكده لا. هو الاب والام وجودهم هو كان من ضمن اسباب الوقوع الجريمه يا فندم. احنا كنا بننزل نلعب في الشارع اطفال، وانه يروح للشارع اللي بعدينا واللي قبلينا، وما كانش حد بيلمسنا وما حدش كان بيتحرش بينا. مش العيب ان هي نزلت الشارع او ان هي بتبيع مناديل او اي شيء. العيب ان الانسان اللي بيعمل ده هو اللي غير سوي، مش ان هي تنزل الشارع. اوكي، يعني كون ان هي بتتسول. احنا محتاجين مثلا القوانين والحاجات دي نعرف بيها الناس على طول، فالناس تبقى على طول قاعده في وضع بس هو مش المفروض انه يفضل على طول قاعد في وضع خوف، يعني هو المفروض يعمل حاجه من نفسه. وحاجه كمان صح؟ ان لا. النهارده لازم يكون خايف بجد؟ لان انت مش هتخافي الا لو بتغلطي. لكن طول ما انت ما بتغلطيش انت مش خايفه. ان المجني عليه هنا لما يعرف ان في عقوبه رادعه للمتحرش او للهتك العرض او اللي ارتكب جريمه هو هيبادر بالابلاغ. يعني النهارده هو يقول لك انا هروح ابلغ، طب هيعملوا له ايه؟ لا، هم ما يعرفوش ان في قانون بيعاقب ده وبيعاقب ده بعقوبه شديده وقاسيه على الجاني. ساعتها هو هيتشجع وهيبقى مجرد النشر في الكلام ده او الاعلان عنه هيبقى رادع للجاني ان هو هيفكر 1000 مره قبل ما يرتكب جريمته. فلازم يبقى في توعيه قانونيه بان البنت اللي تم التحرش بيها لا بلغي، لانك هتاخدي حقك، القانون منظم لك ده وهتاخدي حقك. كام جهه بتبقى واقفه ضدها؟ كام جهه واقفه ضدها؟ ما دام هي خدت القرار ده كام جهه؟ ممكن بعض من فئات المجتمع اللي عندهم نظره ضيقه للموضوع. بعض من فئات المجتمع عندهم نظرة ضيقة، ولكن الجهات الرسمية والتنفيذية يعني لو راحت قسم شرطة بتبلغ هيرحبوا وهيتحروا وهيحققوا، لو راحت نيابة هيتحروا وهيحققوا، ده شغلهم، ده دورهم. المحكمة هتقضي عليه بالحبس أو بالسجن حسب الجريمة اللي ارتكبها.
فكل الناس دي واقفه عشان تجيب لها حقها. حضرتك بتتكلم في نقطه ان التحرش بحاجه فعل فاضح باين، طب لو كان حاجه بالكلام زي ما حضرتك او انواع تحرش اخرى زي ما حضرتك قلت في اول الحلقه، يعني لو بنقول ان في وسائل الاتصالات السلكيه واللاسلكيه يعني النهارده ظهر عندنا طبعا بسبب الطفره اللي حصلت، فبقى في حاجه اسمها المتحرش الالكتروني. المتحرش الالكتروني اللي هو بيبعت الرسائل او يبعت فيديوهات اباحيه او يبعت ايحاءات على الكلام ده. انا عندنا جهات تنفيذيه في مصر وفي العالم كله على اعلى مستوى ان هي تقدر. هو بيعمل الكلام ده ليه المتحرش؟ لان هو متخيل ان هو متخفي ورا جهاز الكمبيوتر او اللابتوب او الموبايل او ما الى ذلك، وان صعب الوصول اليه. لا، احنا عندنا اجهزه رقابيه، عندنا مباحث الانترنت والاتصالات تقدر تحدد مكانه وشخصه وتقدر تراقبه وتضبط القائم بالجريمه. فالنهارده جرائم الالكترونيه او جرائم الانترنت بقت سهل جدا الوصول اليها، لان بقى عندنا تقنيات وعندنا ضباط متدربين على اعلى مستوى يقدروا يضبطوا الجريمه دي. طب دكتور، حصلت الجريمه خلاص، اعالج البنت ازاي او الولد او المتحرش بيها؟ دي بقى حاجة مهمة جدا. أولا لازم تروح لدكتور نفساني أو أخصائي اجتماعي إن هي تتكلم، تحس إن في حد بيسمعها بدون خجل. يعني لو هي بتخجل من مامتها يبقى لازم تروح لحد متخصص. لازم قرارها بإن هي تعترف أصلا ده حاجة في حد ذاتها قوية جدا. طبعا في المجتمع حاجة صعبة، يعني الست المستشار بيتكلم إن أنا ليا حق، بس انا قد ايه فضيحه هتفضحها لبنتي، قد ايه البنت دي هتتفضح. ده اللي انا بتكلم فيه، خصوصا لو كان حد قريب، يعني لو كان عم ولا خال ولا حد من المترددين على الاسره، خصوصا صديق الاب مثلا. لو بنت على وش جواز يا فندم، احنا في مجتمع ومجتمع شرقي. ما هو التستر على النوعيه دي من الجرائم اللي هيخليها تزيد، لكن الابلاغ والاعلان وفضح مرتكب الجريمه اللي هيحد منها، هيخلي ان اللي بيفكر يرتكب جريمه زي دي يخاف. يا فندم المجتمع اول حاجه بيقولها بصي البكحه طالعه تقول ايه. معلش مع احترامي، انا على فكره ضد، يعني انا من النوع اللي احب المجاهره واقول واخد حقي، ولكن بقول لك اول حاجه هتتقال ايه ده ما اتكسفتش ان هي تيجي تقول ان حصل لها كده، المجتمع بتاعنا بيعمل كده وبيقول كده. لكن لازم ان احنا نصلح المجتمع ان ده مش حاجه عيب، ان يبقى درجه الوعي عندهم ان هي في جمعيات دلوقتي كتيره بتبقى واقفه في ظهر المتحرش بيها، يعني بتساندها في حاجات زي كده. انا لو اتكلمت هجوز بنتي ازاي بعد ما صورها واسمها ينزل في كل السوشيال ميديا وفي الجرايد؟ ما هو دي، فانا لازم التوعيه تيجي من الصغر، تيجي للاب والام، تيجي للبنت والولد، تيجي ان افهمهم يعني ايه تحرش، يعني ايه تحرش لفظي او ملامسه. لازم يفهموا اما حد يعمل حاجه زي كده يبقى تصرفك ايه او انت تصرفك ايه. وبعدين مش لازم السهوله في كل حاجه، يعني بتهيألي مش لازم يبقى عندي طفل يقعد على حجر صاحب باباه، او مثلا نقعدهم معاهم عادي يروح اقعد معاها في الكافيه، او بنت مثلا يبوسها بوسي عمه، يعني مش لازم، ملهاش لازمه. حتى لو حصل ده، ما هو انا شيء طبيعي ان انا اخش ابوس جوز عمتي، انا بدي لحضرتك مثلا. لكن هو مش الطبيعي ان يكون جوز عمتي هو المريض، انت فاهماني؟ لكن لازم يكون عندي من القوه والصراحه ما بيني وما بين مامتي وما بين بابايا ان انا لما يجي جوز عمتي يعمل حاجه مش مظبوطه، ان انا اجي اقول لك على فكره يا مامي وانا بيجي بيبوسني لقيته بيزقني عليه شويه بيعمل كذا. يبقى في صراحه، فهي بقى لازم الام تصدق كمان طبعا. يعني يكون عندها من الوعي تصدق. لا، انا لو ما صدقتش بنتي انا لو ما صدقتش بنتي يبقى انا كده عملت انهيار تام لنفسيه البنت دي. طب راحت لدكتور نفساني، بتبتدي اتكلم معاها بقى على الواقعه اللي حصلت. الواقعه ابتدي اديها احساس ان انت، لان للاسف هم بيدوا دايما احساس ان البنت او الست في مجتمعاتنا الشرقيه ان هي في مرتبه دنيا. لا، انت مش في مرتبه دنيا، انت زيك زيه بالظبط، وانت روح زيك زيه بالظبط، وكون ان انت انثى ده شيء طبيعي جدا انك بتكمليه وهكذا. لازم تفهم ان هي مساويه للراجل، هي ليها اعباء وهو ليه اعباء، لكن في الاول وفي الاخر هم ارواح زي بعض مساويين لبعض. دي طبعا حاجه مهمه جدا. ببتدي اديها ثقه بالنفس،
اهم حاجه ان هي تطلع الانسان من اليمين للشمال الثقه بالنفس، وان ابتدي اخليها متفوقه في شيء اللي هي بتحبه، بتحب الموسيقى ازقها ان هي تتفوق، بتحب العلم، بتحب اللي هي بتحبه، ابتدي ازقها جدا بكل طموح ان هي تعمله، فده هيغطي نجاحها، هيغطي على الحادثه اللي حصلت لها فتقدر ان هي تتخطاها. لازم تواجه نفسها بالالم اللي حصل لها نفسيا، لان اما تواجهي نفسك بالالم وتقعدي تكتبي بالورقه والقلم كل اللي حصل لك وكل اللي انت مش عايزاه تقدري انك انت تعدي. دي كلمه حضرتك، نصيحه حضرتك للقضيه اللي عندنا. طب ناخد كلمه من حضرتك قبل ما نختم الحلقه. والحين بيبقى في توعيه للسيدات وللبنات وللأطفال ولكل اللي بيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بعدم نشر معلومات شخصية أو بيانات أو صور شخصية أو فيديوهات. ده موجود، الناس بتنشر ده بحسن نية، لا أنت بتنشر على العامة، ما ندهوش مادة يعني تبقى في إيده الجهاز. قد يكون أحد المتربصين مريض بمرض التحرش، فممكن يعمل ياخد كوبي من الصور ويعمل بيها زي تركيب صور ويهددها بيها، وهي تنساق لده خايفة من الفضيحة أو خايفة من الجريمة. فالأفضل إن مواقع التواصل الاجتماعي دي بتعرفنا أو توصلنا بناس، هو عالم مفتوح، أنا معرفش مين اللي قاعد ورا الموبايل الناحية التانية ولا ورا اللابتوب الناحية التانية. فالمفروض إن أنا لا معلومات شخصية خاصة ولا صور شخصية ولا فيديوهات ولا أي حاجة تبقى مذاعة على الملأ. طب هو طبعا موضوع يعني شيق جدا، واحنا المفروض نتكلم فيه، قضية كبيرة. إن شاء الله لينا لقاء تاني مع حضراتكم، شرفتونا جدا، متشكرين ليكم. الحلقة كانت يا رب تكون مفيدة ليكم، ونختم إن شاء الله. باي باي.